لا معنى لوجود منزل بلا كلاب، هذا ما هو مدون في هذه اللافتة المعلقة بمدخل إحدى المنازل. في هذا الروبورتاج سوف نرصد لكم علاقة عشق تجمع بين الإنسان والحيوان، إلى حد جعلت من محبي هذه الحيوانات صرف أموال باهظة من أجل تربيتهم، حمايتهم والحفاظ عليهم. رشا، ماشا، ليزا، زينو وباشا هي أسماء ليست للمولودين الجدد، بل تسميات لبعض الحيوانات الأليفة كالقطط والكلاب التي تتبناها العائلة الجزائرية. قصة تعلق بعض العائلات بمثل هذه الحيوانات يعتبرها البعض دخيلة على المجتمع، كونها ميزة خاصة بالمجتمع الغربي، في حين يرى البعض أنها موضة انتشرت كثيراً في الآونة الأخيرة لدى الكثير من العائلات، إلى حد اعتبارها فرداً من أفراد الأسرة. تربية الحيوانات الأليفة في هذه الأعوام الأخيرة عرفت صدى كبير في الجزائر كما قال واحد. الكلب هذا وعنده 12 سنة هو عايش معايا. علاش نحب الكلاب؟ كي كنت صغير الشيخ كان يمنعنا منعا باتا باش يكونوا عندنا الكلاب، وبقات هذيك الحرقة في الإنسان كطفل كيكون صغير وتمنعي له حاجة. كي كبرت إيميت أغيفي دافواغ 12 شيان، كانوا عندي 12 كلب. مي سي تخي ديفيسيل، سي أن بودجي، سي لازم لهم لونتروتيان، لازم لهم تغسلي لهم، لازم توكلي لهم، لازم الفيترينار. سي لو سول كو جي غاردي بوندون 12 عام. إيفا سور سا 13 أني. Et pratiquement, il fait partie de la famille. C'est Adam. Adam, il est capable de mourir pour moi. Allez, je l'aime bien. Il a presque 9 ans, il est venu. Il est venu, il est un fard de la famille, à tous les cas. Il est venu. Il est venu, 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 il est venu. كاين الناس اللي يهتموا بالك بالحيوان تاعهم اكثر من يهتموا بنفسهم، بنفسهم المهم. وكيما هذا الحيوان ينجم يعيط لي انايا اون اور دو ماتان، دو زور دو ماتان يعيط، وكي يجي لهنا كيفاش يحكي عليه بالك وليدهم ولا موم دو لا فامي تاعهم ماشي هكذاك. رحلة اكتشاف تعلق الجزائريين بالحيوانات الأليفة بدأت من منزل رضا لاكتشاف يوميات ماشا مع محمد وأمين. ماشا قطة من نوع السياموا، يعتبرها أمين ومحمد بمثابة الفرد الذي لا يمكن الاستغناء عنها. تضيح حدا تخلع، تعجبني مثلا كي ترقد، كي ترقد مرفة تقعد معايا نكرسيها. المدللة ماشا تتلقى عند محمد وأمين كل العناية اللازمة من حب واهتمام. وكي تروح كذا ما تحب تروح اللي بيزوان تاعها، فتروح هي تعرف روحها، تروح عند الباب باك شغل تبدا تدلي مياو مياو، ايه، ومن بعد نفتح لها الباب تخرج كش ساعة ولا سوايع، من بعد تعاود تولي ومن بعدها نورمال. محمد وأمين يشعران بالسعادة أثناء تواجدهما مع ماشا، حيث تشارك محمد في لعبة الكرة وتتقاسم مع أمين فراش نومه. مش مفا ترقد معي، ترقد مع أخويا هي. الصباح تخبش وقع، بصح في الليل ترقد معاه. كنت
فكرة معناتها زعما نحب كي نوض هكذا في الليل نحب نجيبها باش ترقد معايا نحطها خمس دقائق من بعد تعاود تولي عند خويا صباح تكرهه في الليل تموت عليه. لماشا وجبات خاصة مسوقة وفق المعايير الصحية الخاصة بالقطط. إذا زعما ما نلقاش لي كروكات ولا في الاخر تاعها راح نشوف إذا راح نشوف نروح نعطي لها الماكلة وقال نمرها الماء تاكل غير لي كروكات ولا تطيب لها مين داك؟ ما نعرفش نطيب بعدها نعطي لها كيما يكون كاين والو خطات نعطي لها الباتي ولا باتي ولا فورماج خطات نعطي لها الحليب. ماشا تتلقى عناية طبية أيضاً عند أي مرض. لا يتردد محمد وأمين من أخذها عند البيطري لإجراء الفحوصات اللازمة. القطة هذه سيبليسي في ودنها سينفكتي شوية دونك كي جابوها لي دراري هنايا جابوي ان بو خرجت لو بو هذاك جي نيتوايي افيك دو لوكسيجيني جي مي دو لابيتادين باش تنشف وديت لها اونتي انفلاماتوار و انتيبيوتيك فوالا اي عطيت لها ان تريتمون انتيبيوتيك بور 8 جور في الدار يديرو في الدار باش ما يقعدش يجي كل يوم ويروح اي نورمالمون سافا عليك. يعني سولا جيت كي قال لي الطبيب ما عندها والو لها تشك خفت شويه كي قالت لي بتعيط وكاع خلعتني ثم بعد مع الاول شغل دار لها هذاك اوكسيجيني وبيطادين ثم هذاك دار لها تشك خفت شويه بون سولا جيت انا ما باليش واش ما صرالها ما باليش صرالها عم باليش صارت لها شي صقراف ولا نفس القصه تعيشها نصيره مع قطتها الأربعة نينو وناج وبيشا وجنينة. في مون انفونس انا عندي القط ملي كنت صغيره عندي ديشا دونك شغل عايشين معايا طول حياتي جو بو با فيفر سون شا دونك جو موكيب مع بيهم سي كوم لي زونفون يمرضو نداويهم فوالا سي اون بليس دو سا الواحد حسنات يديهم ربي قط يعطي له ياكل يداويه وعنده حسنه. فقط حديثها عن القطط يجعلك تتيقن انها تتحدث عن فرد من العائله. سي كوم ان انفون لا ميم شوز سيغ كاين معاك انسان يحس بالحسنه تاعك يعني تحسني له ويتو باسكو لي زانيمو ما يتبعوش نيمبورت لو كيتبعوا انسان اللي يكون قلبه مليح اللي يحسن لهم اللي يلتها بيهم سي كوم ان انفون. وحتى الحمايه التي تقدمها لقطتها تشبه عنايه الام بصغارها. À partir de 16 heures, il me dit que je suis en train de me faire. Je suis en train de me faire. La voiture s'arrête. J'ouvre la porte. Ils me sont en train de la chambre. Ils sont en train de me faire. Il y a les trois chats qui dorment avec moi. Le pied est le lit. Ils sont en train de me faire. يقال أن الكلب هو الصديق الوفي للإنسان، علاقة تختزلها قصة حسين مع كلبه باشا سلطان المنزل. شوفي الأخت دخلوا للدار et ils sont allés vers la chose la plus précieuse que j'avais à la maison, le chien. Ils n'ont rien pris, ni électroménager, ni والو ما داو والو. Ils m'ont pris le chien.
Et après, ils m'ont demandé une rançon. J'ai été obligé de payer pour récupérer. Voilà, je l'ai récupéré. Je l'ai... Ça s'est passé il y a 2 ans de cela. C'était pendant Ramadan. Monsieur Ramadan a les fêtes, les couples. Voilà. الباشا يتلقى عناية خاصة من محمود الذي يحسن الرفق به في غياب صديقه حسين. Pratiquement, j'ai pas le temps nécessaire de m'en occuper. J'ai pris quelqu'un. اللي هو اللي نيتواي لهم pendant toute la semaine. هو اللي يوكلهم. هو moi bon, j'ai le bon côté. Le week-end, je m'en occupe beaucoup. Je les fais sortir à la mer, je passe des moments à home. Ou là, en fin de journée, quand je rentre du boulot, c'est automatique. C'est la première personne, enfin, je vais dire personne, parce que je considère que c'est une personne, qui est la reine du bab, et je sens qu'elle est sénafia. Et voilà. Donc, Hadia Al-Halapal est un bini ou bin pacha, qui est vraiment spécifique. Et il n'y a que les gens qui ont des chiens. Qui peuvent comprendre le genre de relation qu'on peut avoir avec un animal. Les gens peuvent me dire si jamais ce chien-là meurt, je dirais ben inchallah, si ce chien meurt, on pourra le remplacer. Mais c'est pas vrai. Chaque chien est unique. Chaque chien a ses propres caractéristiques. Il est irremplaçable. À mes yeux, peut-être je pourrais avoir un autre chien, mais ce chien-là est irremplaçable. Mahmoud et Hussein يقدمان وجبات وفق جدول أسبوعي خاص بالأطعمة. Ah, c'est un budget, madame. Je pourrais pas vous dire, mais c'est vraiment un budget. Depuis qu'il y a plus d'importation de croquettes. À l'époque, ils prenaient du proplan. C'était propre, c'était une bouffe propre. Et de temps en temps, on leur préparait des pâtes ou du riz avec de la viande. Mais bon, maintenant qu'il n'y a plus de croquettes, on est obligé de se rabattre sur la croquette locale. Qui n'est pas mal aussi. Mais bon, moi je préfère leur donner quelque chose de consistant et de chaud. Donc c'est soit des pâtes mélangées avec de la viande, soit du riz. Moi, si je n'avais pas trouvé Mahmoud pour qu'il puisse s'en occuper, j'aurais pas pris de chien. Ou là, je les aurais mis dans une pension. Il y a une pension qui est pas mal à la Pérouse, où c'est que j'habitais, et bon, je l'ai laissé en pension. Zinou, كلب من نوع تشيواوا يتقاسم يوميات محمد وبناته. هذا الكلب ما يخليش تزعفي. إنسان يزعف كي يشد كل في يده ويخرجه معاه يدور معاه كيما يقولوا. يتنحى له زعف يريحك بيان ولا كان مدرسي بيان وكاركتر تاعو مليح ويفهم طريطري بيان صافي بليزير نجيبو بالو وبتسكن نبدا نلعبو هكا من بعد كي يروح يجيبهم نروح هكا راح يجيبهم بكا نتيري اللي يزيد راح يجيبهم صافي ياخذ لك هكا يلعب معانا دايما هكا ما كنجي نلعبو قا كيف معاه زعما يهرب لنا نهربو له هكا صافي تحبي هذا الشيواوا ألطف كلب عندي قبل أن يبدأ تفكيرك في إحضار حيوان أليف يؤنسك في المنزل أعلم أنك سوف تخصص له ميزانية مالية قد تفوق في بعض الأحيان راتبك الشهري. كل كلب كيفاش؟ كاين كلب يدي باسي 20 مليون. كيما البرجي المو. الناس كاع تسمى كامل تحبو محبوب برجي المو. دونك كاين افيك بابي يكون عنده لا بيديغري تاعو وكاين اللي ما عندوش بيديغري. عنده كارنيه دو فاكسان كارنيه سونتي با بلوس ما عنده سومه تاعو يعني من 5 ملايين حتى ل 20 مليون هذا شيون صغيره كلب صغير ماشي مازال ماشي كبير وماشي مدرسي بون كيما لي سيامو زعما صغار تاع 2 موا 3 ما يسواو من 600 حتى ل 800 ألف كيما في الانغورا يسواو من مليون ل 1200 كاين لي مارك اخرين كيما في البيرسون 7 ملايين كاين 5 ملايين كاين قط ب 12 مليون
كاين اللي زعما حب حاجه رخيصه في لي راس سيامو هي رخيصه يسوى من 600 700 500. اسعار القطط والكلاب تتراوح ما بين 10,000 وقد تصل الى 200,000 دينار، هذا حسب اعمار الحيوانات وكذلك نوعها. السومة كيما تشيواوا يدير كيما هذا يديروا 5 ملايين اللي شيو صغار يديروا 5 ملايين، والكانيش يدير 2 ملايين ونص، ما من 2 ملايين ونص حتى 3 مليون على حسب لا كولير ولا راس تاعو. والبرجيان هو المهم من 5 مليون حتى 20 مليون. مالينوا كيف كيف كاين من 5 ملايين حتى 20 مليون. الكلاب شوف لا راس عندك حاجه غاليه في لي برجي في الاخرين باك يكون كيما يقولوا الجر صغير يبدا من 3 ملايين ويوصلوا حتى ل 150 مليون. الكلب تاع 150 مليون 200 مليون كاين كلب تاع 200 مليون. تربيه الحيوانات في المنازل ليس بالامر السهل، فهي لا تتوقف عند اللعب معها فحسب. سي اوني با كابابل de s'occuper d'un chien, faut pas prendre de chien. Sinon, ça va en faire des malheureux. Pourquoi ? Moi, quand je vois des chiens qui sont maltraités, qui sont mal nourris, qui sont malades, qui sont... ça me fait mal au cœur, je me dis. Là, je sais pas. C'est des êtres qui ressentent. Et ils souffrent aussi. C'est des gens qui... C'est-à-dire un budget spécial, mais que ça, je rassure. Le mois... ياكل لا كروكيت ياكل ان ساك ولا دو ساك ولا ان ساك ادمي سي طون طون عنده لي فاكسان طون كلش محسوب اينو اوكان بروبليم و سي با دي جون يعني مفهين ولا نقولوا مي البيجي تاع الحيوان تاعو داخل في البيجي فاميليال عنده دراري عنده مرتو عنده ولاد وعنده والحيوان داخل معاهم محسوب. بل من الواجب حمايتها من الأمراض والسهر على رعايتها الطبية من خلال فحوصات وتلقيحات واستشارة الطبيب البيطري عن بعض العمليات الجراحية التي تستدعيها حالة الحيوان والتي تكلف الكثير من الجانب المادي. لازم الرفق بالحيوان كما قال واحد، كي تربي الحيوان لازم تقوم به، وإذا ما قدرتش تربي الحيوان ما كان له ما قدرتش تقوم به ما كان تربيه. سكي في كو كي تجيب ان انيمال في الدار لازم له مصاريف، تخصص له مصاريف، منها مصاريف الاكل، مصاريف الدواء الشامبوان مثلا لانيش ديالو. هذا هو سكي في كو الانسان اللي يحب يتبنى حيوان لازم يكون كابابل باش يقوم بهذا الحيوان. لا فيزيت كونت إليا اون انجيكسيون فاكسان انويل à 1500 pour chaque chat. Et quand ils sont malades, grippés, c'est autre chose. Donc ça peut aller jusqu'à 2000-2500 pour le traitement. لازم المربي ننصحوه كيفاه يتعامل مع الحيوانات، كيفاه يقوم بالدورات تاعو في العلاج والتلقيح للحيوانات تاعو. On prend soin d'eux comme des petits enfants. Voilà. كي نربو حاجة لازم نهتمو فيها. Voilà. Et je ferai tout, c'est-à-dire même si on nous من حاجه اللي عندي انايا المهم نداويهم باش ندي الاجر فيهم. من يريد ان يرفع من تكلفه الميزانيه ما عليه سوى التوجه نحو محلات بيع الاكسسوارات واكل الحيوانات. لي زاكسيسوار باغ اكزومبل تاع لي شيان سا ديفير، تبدا مثلا من 50,000 حتى كاين دي برودوي يلحقوا حتى 400 حتى 500,000. كونت اون بارل باغ اكزومبل ان سامبل انتي بارازيتير سامبل اي في دون لي زونفيرون تاع 400 دينار 500 دينار، وكاين دي برودوي اللي يديروا حتى 1500 1600 دينار. سا ديبون دو كان لا مارك تاع هذا البرودوي واش هي. هذاك هو يجوا الناس يشروهم باسكو كيما قال واحد الصحه اسبق من كل شيء. كاين لي كولي، كاين لعبات تاع باش يلعبوا، كاين
لي ميزون تاعهم باش حاجه طوب حاجه رخيصه كاين حاجه كاين تلقى من 200 حتى المليون ونص وكل واحد كيفاش المقدور تاعو كل واحد كيفاش كان اللي مربي القط تاعو كانو شغل يصرف عليه حتى 2 ملايين في الشهر. هنا أكياس الأكل المخصصة للقطط والكلاب تتراوح ما بين 2000 و10000 دينار للكيس الواحد. الكروكات تاع قطوطة كاين زعما اللي يحب حاجة صغيرة هكذا تاع 1 كيلو حاجة لوكال تاع الجزائر، اللي يحب امبورطاسيون كاين هكذا في الامبورطاسيون بحال فارابور زعما في لوكال تسوى هكذا 55000 كيلو، لوكال راهي 220 الامبورطاسيون راهي 220 دوكا، هاي طلعت بزاف وماهيش كاينة، هذه الله يدور راهي كابا ماهيش كاينة ماهيش تدخل. لي بوا تاع لي فيوند هكذا في الامبورطاسيون تسوى بواطة هكذا تسوى 25 حتى 30000، لوكال تسوى 10000. كل وحدة كيفها، دوكا كاين وين 100 900 على حسب كاليتي تاع الكروكات هذي، و كل ما تزيد في العمر كاين كروكات تاعها سبيسيال. Il faisait le sac de 20 kilos faisait jusqu'à 6000 dinars. Et le sac pratiquement un mois. Hein. Des fois 20 jours, des fois un mois. Ça dépend l'appétit. ياكل حاجة قليلة، عنده صاك تاع كروكات تاع 3 كيلو تاعو نشروه له كل شهر يكملو، يدير 400 ماركة مليحة يعني تاع لوروب تاع لامبورطاسيون. كومام نشري لهم لي فريسكيز دي فوا باسكو حياكلو غير هما، عندي دو ساك دو فريسكيز دونك 4200 دينار باغ موا. مختصون في مجال تربية الحيوانات الأليفة يؤكدون أن تربية الكلاب تكلف مصاريف باهظة مقارنة بالقطط. الكلاب بارابور زعما قطوطة يكونسومي أكثر، يستهلك أكثر ماكلة، الكلب كان اللي يقدر يصرف على الكلب تاعو 5 ملايين في الشهر. فالكلب يستلزم على مربيه ترويضه عند بلوغه 6 أشهر. عملية التدريب هذه التي تستغرق 2 شهرين متتاليين من العمل تتراوح تكلفتها حوالي 30000 دينار للشهر الواحد. Bon, en général, on prend garde un chien pendant 2 mois au dressage. C'est pour donner une bonne base au travail, c'est-à-dire bien apprendre au chien à obéir aux ordres. Et puis, vous savez, quand on a un jeune chien, on lui apprend ce qu'il peut apprendre pendant le jeune âge, entre 6 et 8, 10 mois jusqu'à 12 mois. Et après 12 mois, la maturité commence à s'installer. Et avec le dressage, l'éducation du jeune âge, on apprend un chien à être plus sage. Et à l'heure, c'est le prix du dressage. من 4 ملايين حتى 6 ملايين الدريساج تاعو، اسمع على حساب واش حب مولاه هذا يدريسيه، هي كاين دريساج اللي لازم نخدمه له انا وحاجه يحب يزيدها مولاه سما يقول لي عليها برك وانا نعلمها للكلب تاعو. بعملية حسابية بسيطة يمكنك أن تتصور حجم المصاريف التي تتركها خصيصاً للاعتناء بحيوانك المفضل في البيت في وقت تجد فيه بعض القطط والكلاب من تنهش أكياس النفايات بحثاً عن لقمة خبز.